العمر كله. اولا نضاري انت يا انت كريم ووافي تقول وطول ولا هي مدحه في وجهك. انت شفناك من قبل ما يعني نتخاوى ونكون على صحن واحد ويد واحده على قولتهم، فولا يلحقنا فيك شك ولا ريبه ولا هي غريبه عليكم يا بعد وجهي. هذا ما هو الكويت، هذا ما هو طيب شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، هذا غصب علي ما هو طيب. احنا اخوان ولا فيها شك، جميع الدول والمناطق ما فيها كلام. هذا شيء ما جابتكم امي، هذا شيء. الشيء اللي انا ابغى اتكلم فيه قبل ما ادخل في النقطه اللي نبهت عنها وانت تتكلم، انا والله شوف النظر والوعد وعد الحر دين عليه، و بسم الله الرحمن. يعني القناه والله اني اقولها وانا دائما انا اقولها لكم، حتى بعضكم نسولف تحت البث، القناه ما قصرت، هيئت لنا زي ما تقول فرشت لك السجاد والمراكي والتكوى والامور الطيبه وجابت لك الشبه الضوء وكل شيء. يقول سولف خذ راحتك تفضل، ها جابت لك الشاشه والعلوم والكاميرات والدنيا العالم تشوفك، يلا ها هات ايش عندك يا عبد الله، ايش عندك يا ضاري، ايش عندك موسى، قد ابدع تميز يلا، ما نبيك منك اهلا لوحدك. ف جمهورها ايضا الوفي غالي علينا والله. انا شفت بعيني يوم طلعت، والله ما تركوني حتى وصلت وانا عند غرفه الاعداد هنا. الله يجعلني والله لب والله اني مسوي تغريده وانا هنا عند الباب، عند الباب هنا 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 عند باب الاعداد، ما باقي لها اسلم جوال لمحمد عيسى ان والله الرساله الرد فخر، تحس عز يا اخي والله العظيم، تحس بمسؤوليه والله. شوف انا اخر ليل والله يسمع كل شيء، ما هو بشرط فخر ليل لكن ثلاث الدعوات فيها الله يكون قريب لي في اسفل السماء، اسفل السماء يعني سماء الدنيا، اسفل سماء الدنيا والله. فحتى ما اتلخبط في الكلام انه المقصد من كلامي الله شهد على كلامي، لا محق علينا الاشياء. انا شفتهم معجبين بالاشياء، حتى تكلمت عن الشاي الازرق في البث عندي في التيك توك، وبعض له شغف فيه خالد وين وشغف عشان صفر محمود، ولهم شغف في اشياء كثيره زي البن، فراح اقدم قدر المستطاع هدايا لهم، وراح توصل يعني بسويها كذا سحب عادي حلو ورسالة. هذا شيء كذا حتى كلمني واحد قال كثير يسالني عن 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 الشاي الازرق، ويتواصلون مع فريق دعمي وما بيقصرون يوصلون لهم كل شيء. تقول والطول هذا 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 شيء جانبي. المكسر من كلامك يا ناس، حنا في اعلام وكل كلمه محسوبه عليك سلام. يعني هل خلنا صريحين، انا ما ترى ما جامع، وواحد فيكم يقول لي كلام او يطول لي الحديث او ياخذ لي جاد على قولتهم ولا يمسك لي طريق بوقف، اقول معليش اقول لكم لا. هل منكم استشعر هذا الشيء واحد لما دخل من مثلا من يوم واحد حتى يوم 20 او 30 استشعر انه كل كلمه محسوبه عليه؟ ما هو بعقاب انه قال يمكن يخطي، لا المقصد كلامي كلمة مثلا أقول بعد ما أطلع بهدي أو مثلا يوم 10 بهدي عبد الله البقومي لكزز، هذا نبهت عنها عشان ما أحد يقول إني أنا أطعم في كلامك، فهمت؟ أنا بعضها ممكن يسمعني يقول كذا، لا أنا كان كلامي كذا. فهل أنا مقصدي كلامي إنه حسبته حساب الكلمة اللي نقولها بعد 10 سنوات؟ ترى المشاهد ذكي ولا ينسى شيء، كل شيء مسجل لا بس اقول لك مسجل ومأرشف في وسائل التواصل. حلو صدق خلونا واقعيين، متى ادركت هذه المسؤوليه؟ السؤال هنا متى ادركت هذه المسؤوليه صدق؟ يلا جزلك خلينا بعلمك موسى عشان ما لا قد فرضها ها دقيقه عشان ما انت شعب الاسئله، هذا سؤالي واضح متى ادركت؟ سلام سليم، خليني بعلمك على شغله.